هذا الحفل 18 الخاص بالأفكار في القيادة العامة لشرطة دبي، وهذا الحفل مخصص لتكريم أصحاب الأفكار الابتكارية، حيث تضمن هذا الحفل إطلاق منصة الابتكار، والتي تكون عبارة عن منصة إلكترونية تجمع جميع الخدمات التي يحتاجها المبتكر، سواء كان في تقديم الأفكار أو حتى الطلب الدعم المادي في تطبيق الفكرة. كما أن هذا الحفل تميز بأن نحن أطلقنا تحدي خاص بالقيادة العامة لشرطة دبي، والذي هو تطبيق أكبر نسبة من الأفكار الواردة من قبل الجمهور الخارجي، وهذا التحدي راح يسقط على جميع الإدارات العامة ومراكز الشرطة في شرطة دبي، حيث سوف يكون التحدي لمدة 30 يوم، وسوف يتم النظر في عدد الأفكار المطبقة خلال 30 يوم الواردة من قبل الجمهور الخارجي.